يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل الاهلاويه اللي بيتابعونا. يوم جديد وحلقه جديده والسادسه، والحقيقه مفترض ان احنا ما زلنا في اجواء احتفال ببطوله دوري صعب، احتفال بنجوم ردوا على كل صوت هاجمهم وكل حد توقع انه مسيرتهم تتعطل، ولكن الحقيقه ان هم ردوا في الملعب واحرزوا بطوله بتعتبر يمكن تكون الاطول في تاريخ واعتقد ان الاصعب على كثير من المستويات. جماهير الاهلي ما زالت تحتفل، ولكن شاء من شاء وابى من ابى، الحقيقه زوبعه في فنجان ما حدش كان فاهمها ولا حد كان متوقعها الحقيقه. ويمكن انا في نفس المكان ده امبارح لما قابلت حضراتكم في السادسه انا وساره اتكلمت انه الاهلي ترفع، واعتقد انه المشكله ما كانتش محتاجه انه الاعلام يسلط عليها الضوء بالشكل ده، ولكن بما انه في ناس متربصه وفي ناس بتحاول تتصيد الاخطاء وفي ناس بتحاول تتمادى في افعالها فلابد انه يكون في رد واضح وصريح. يا جماعه احنا بنتكلم عن الاهلي، تفاصيل طبعا هنتكلم فيها على مدار الحلقه. مساء الخير على حضراتكم. مساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير على حضراتكم. يمكن زي ما احمد قال يعني انه النادي الاهلي كان لحد اخر وقت مرضيش يصعد اي موضوع، مرضيش يصعد موضوع طبعا بنتكلم عن وقعه كابتن كهربا وكابتن محمد فضل، وكان الكلام كله انه في احترام جدا للجنه الخماسيه والاتحاد الكوره وطبعا لشخص كابتن محمد فضل اللي كان ابن من ابناء النادي الاهلي. ولكن لما الموضوع يوصل ان يبقى في حاجه واضحه جدا للناس كلها وفي الاخر بنيجي على النادي الاهلي، لا لازم هيكون في رد وفي وقفه ومحدش يقدر يجي على النادي الاهلي. زي ما احمد قال تفاصيل كتير على مدار الحلقه، لكن بعد الفاصل برحب بحضراتكم مره تانية. وخليني نروح مع حضراتكم في البدايه للجهاز الفني المنتخب الوطني بقياده كابتن حسام البدري اللي اعلن اسماء المنضمين من لاعبي الاهلي لقائمه الفريق الوطني استعدادا للتحضيرات الرسميه طبعا لمواجهه منتخب توجو ذهابا وايابا، وده يوم 14 و17 نوفمبر الجايين ضمن منافسات الجوله الثالثه والرابعه للتصفيات المؤهله لكاس امم افريقيا بالكاميرون. جت قائمه لاعبين المنضمين لمعسكر المنتخب من صفوف الاهلي على النحو التالي: محمد الشناوي، ايمن اشرف، محمد هاني وعمرو السوليه ومحمد مجدي قفشه وحمدي فتحي، ومفروض ينضموا اللاعبين دول للتدريبات المعسكر المفتوح بعد بكره يوم الاربعاء. الحقيقه يمكن في انتظار طبعا ماتشين في منتهى الاهميه للمنتخب مع توجو، وبمناسبه الاختيارات يمكن في اثنين لعيبه تم استبعادهم، يعني الفحوصات الطبيه اللي خضع عليها حسين الشحات لاعب ونجم النادي الاهلي، والفحوصات دي تمت تحت اشراف طبيب المنتخب دكتور محمد ابو العيله، قالت انه في اصابه بشد في العضله الخلفيه، وكابتن بركات مدير المنتخب الوطني قال ان دكتور ابو العيله قال تقريبا بعد ما عرض نتائج الكشف على كابتن حسام البدري انه في يعني في التقرير طبعا اللي قدمه انه صعب جدا انه حسين يلحق يكون جاهز قبل ماتشات المنتخب، وبالتالي هيكون خارج حسابات معسكر المنتخب الوطني. لاعب كمان هو محمد فاروق لاعب نادي بيراميدز اللي قالت التقارير الطبيه انه عنده شد في السمانه وبالتالي برضه خرج بره المعسكر. خليني كمان اروح مع حضراتكم للصحف الاوروبيه النهارده اللي كانت يعني بتشيد جدا بكابتن محمد النني طبعا نجم نادي ارسنال بعد ادائه المميز طبعا اللي ظهر بيه قدام مانشستر يونايتد امبارح واللي انتهى طبعا بفوز الجانرز بهدف نظيف احرزه اوباميانج، وده طبعا كان من ركله جزاء. طبعا محمد النني لعب ضد مانشستر يونايتد 90 دقيقه كامله هو وتوماس بارتي وقدموا اداء قوي جدا وفرضوا سيطره ارسنال في اغلب احداث المباراه، وبعد المباراه انهالت بقى التعليقات الايجابيه على النني، وارتيتا مدرب الفريق قال ان النني الحقيقه بينقل شيء ايجابي جدا وبيخلق جو ايجابي جدا في الفريق وان هو طبعا بحاجه للطاقه دي. هو يمكن بقى عندنا اتنين مو لانه صفحه ارسنال امبارح اطلقت على النني لقب مو الجديد، او يعني بما انه محمد بتتعرف هناك باسم مو او بيختصروها بكلمه مو او بلفظ مو يعني، فاحنا بقى عندنا مو صلاح ومو النني، وكل التوفيق للنني اللي بعتقد انه مع ارتيتا ظهر قماشه ثانيه خالص. في اوقات كثيره جدا بتحتاج للعين اللي تقدر تكتشف قدراتك وتقدر تكتشف نقاط القوة فيك وتطورها وتديك الثقة وتديك الأجواء اللي تقدر من خلالها تطلع أقصى ما عندك، وأنا بيتهيأ لي ده تحديدا اللي عمل النقلة النوعية للنني السيزون ده بعد رجوعه لأرسنال وتحت قيادة طبعا المدير الفني أرتيتا. وبمناسبة إنجلترا هنفضل فيها، لكن المرة دي من أرسنال هنروح لليفربول وتحديدا مع موقع ليفربول إيكو اللي اتكلم في تصريحات مهمة جدا لجاري لينيكر. حضراتكم عارفين انه ماتش ليفربول مع ويست هام الاخراني كان فيه حالة جدل شديد جدا، وكانت فيه اتهامات موجهة لصلاح بالسقوط المتعمد او محاولة التمثيل انه يستحق ركلة جزاء، ركلة الجزاء اللي اتحسبت لصلاح
في المباراة. والحقيقة يمكن جاري لينيكر قال، وطبعا جاري لينيكر واحد من أشهر هدافي ومهاجمي كرة القدم الإنجليزية، ومش ببالغ لو قلت واحد من أشهر هدافين في تاريخ كرة القدم. لكن جاري لينيكر اتكلم على أو رد على انتقادات صلاح بوجهة نظر يمكن يفهمها لاعيبة الكرة أو يفهمها بالذات كمان المهاجمين اللي بيلعبوا دايما جوه الصندوق وبيتعرضوا لاحتكاكات وعنف جوه الصندوق. اوقات كتير جدا لعيب الكوره على فكره بيتعرض لمخالفات جوه منطقه الجزاء لاسباب كتيره جدا، مش بالضروره انه رد الفعل بتاعها يبين حاله العنف اللي حصلت. يعني ممكن لعيب يتشد من التيشيرت بتاعته او يتشد من الشورت بتاعه، بس مش بالضروره انه يقع. وفي الحاجات دي او في الاوقات دي اغلب الحكام بيعدوها وما بياخدوش بالهم من المخالفه عشان ما كانش في رد فعل من اللاعب. جاري لينيكر اتكلم في النقطه دي تحديدا وقال لو عايزين تعاقبوا لعيب انه تمادى في اظهار رد الفعل عشان يلفت نظر الحكم لخطا تم بالفعل، حاولوا اولا تقللوا من اخطاء التحكيم في الجزئيه دي. انا هنا مش بتكلم على لاعب بيدعي الاصابه او لاعب بيمثل السقوط، ده بيحصل وفي عقوبه في قوانين كره القدم بتحتم انه حكم يدي انذار لعمليه التمثيل دي. لكن لما يتعرض للمهاجم لخطا بالفعل خطا مقصود ويبرز هو الخطا ده بشكل من الاشكال قد يظهر في صوره مفتعله، ما اعتقدش انه احنا علينا ان احنا نلوم المهاجم في الحاله دي. دي كانت تصريحات جاري لينيكر، واحد من اهم نجوم انجلترا وواحد من افضل مهاجمي العالم في واقعة محمد صلاح. وانت شايفها ضربة جزاء ولا لا؟ يعني انا شايفها ممكن او ممكن لا طبقا لتقدير الحكم، هي ضربة جزاء، لكن في النهايه نمشيها ضربة جزاء. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقات. يا اهلا وسهلا بحضراتكم. امبارح الحقيقه احنا بنتكلم على 24 ساعه تطورت فيها الامور وتوترت فيها الامور بشكل لم يكن متوقع ابدا. وانا كلمت حضراتكم امبارح في السادسه وقلت لكم انه المشهد ما كانش يحتمل كل حاله الضجه اللي حصلت حواليه، خصوصا انه يبدو الامر انه سوء تفاهم بسيط. ده كان المشهد. والاهلي الحقيقه ولما كلمت مع حضراتكم كان حاطط اعتبارات كتيره جدا في يوم بنحتفل بيه فيه بالتتويج ببطوله الدوري بحضور طبعا قامه كبيره جدا زي كابتن محمود الخطيب، وفي رسالة مهمة جدا بحضور كابتن مؤمن زكريا، وفي حالة خاصة جدا من توديع لاعب ليه قيمة كبيرة جدا زي أحمد فتحي. كنت أتمنى أنه التركيز كان يبقى على اللقطات دي وعلى الأبطال طبعا ونجوم النادي الأهلي اللي حققوا البطولة في مشوار كان في منتهى الصعوبة في ظني، يعني واحد من أصعب الدوريات. على الرغم الأهلي قدر يحسمه بدري وقدر يحسمه بفارق كبير جدا عن كل منافسيه، لكن في ظني أن البطولة دي تحديدا كان مشوارها صعب جدا. فكان يهمني جدا، وده اللي انا قلته امبارح، انه الاضواء تسلط على الرسائل دي وعلى القيم دي وعلى النجاحات دي. لكن للاسف طبعا الناس كلها ركزت على لقطه كهربا وكابتن محمد فضل. وقبل ما ادخل لحضراتكم في تفاصيل ال 24 ساعه، لانه ال 24 ساعه والاهم من الواقعه في حد ذاتها اللي كشفت عنه الواقعه دي، يعني الواقعه دي كشفت عن حاجات انا شخصيا لم اكن اتخيل انها يعني من الممكن ان تحدث على ارض الواقع. ولما نيجي نشوف ترجمه الواقعه بتاعت كهربا وفضل في ارض الملعب وتاثيرها وتبعاتها على كيف تدار الكره المصريه، لا محتاجين نقف ومحتاجين نتكلم كتير ومحتاجين نتكلم بكل صراحه. بدايه خليني اقول لحضراتكم انه رسميا بقى النهارده اداره النادي الاهلي تقدمت بشكوى لكل من مستشار سيد بن داري رئيس لجنه الانضباط والاخلاق باتحاد كره القدم، وعمر الجلاني رئيس اللجنه الخماسيه المكلفه باداره اتحاد الكره. الاهلي بيطالب في الشكوى الشكوتين بتطبيق اللوائح والقوانين في واقعه تجاوز محمد فضل عضو لجنه الخماسيه في حق محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، واللي حصلت طبعا اثناء احتفاليه تسليم درع الدوري بعد ماتش الاهلي والطلايع ما انتهى، واللي اتلعب يوم السبت طبعا الاخير كان اخر مباراه في المسابقه. الاهلي ارفق بالشكوتين دول مجموعه من السيديهات اللي عليها الواقعه بشكل في منتهى الوضوح. والواقعه زي ما حضراتكم يمكن كمان هتشوفوها معانا دلوقتي، لانه الشيء اللي بيبقى متسجل فيديو من الصعب ان احنا يبقى في حاله جدل عليه، يعني الصوره بتوضح وبتكشف كل شيء. السيديهات اللي قدمها النادي الاهلي الحقيقه واللي ارفقها بشكواه بتوضح بشكل واضح جدا انه محمد فضل هو اللي بدا بالتجاوز في حق كهربا، وان هو اللي اعتدى عليه باليد وباللفظ في مشهد الحقيقه ادانه الجميع، وكان فيه بالمناسبه عدد كبير جدا من الشهود اللي شاهدوا الواقعه واللي تواجدوا طبعا في نفس المكان
وشهادتهم الحقيقه كمان موثقه عشان تحافظ على حق اللاعب وتدافع عن حقوق النادي المشروع بالشكل، وده اللي بنأكد عليه، اللي بيتفق مع اللوائح والقوانين. الحقيقه يمكن كمان محمود كهربا نفسه كان تقدم بمذكره الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في النادي الاهلي، طلب فيها بتقديم شكوى ضد محمد فضل لاتحاد الكوره وشكوى لجنه الانضباط بعد ما تعرض للتعدي عليه في مشهد طبعا اللي تابعه الملايين. ده اللقطه زي ما حضراتكم واضحه جدا، يعني كهربا كان بيسلم على كابتن خطيب وسلم على مؤمن، وكهربا على فكره من اكتر اللعيبه المتحمسه لمؤمن زكريا، وهنا بدات المشده، يعني اللي ابتدى بشد اللي مد ايده في الاول على 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 كهربا هو كابتن محمد فضل، والمشهد كان واضح جدا. وكهربا طبيعي جدا على فكره، هي يعني الموضوع ما هوش نجوميه وما هوش احساس عالي بالذات، طبيعي جدا انه اي حد هيمد ايده عليك لازم هيبقى في رد فعل. ده المشهد زي ما حضراتكم شفتوه. خدوا بال حضراتكم انه محمد فضل عمل مداخله يمكن في احد البرامج التلفزيونيه مع سيف زاهر تحديدا، وقال انه مش هيسكت على الواقعه دي ومش هيعديها نصا كده يعني. وانا هنا على شاشه النادي الاهلي في قناه النادي الاهلي بقول لحضراتكم وبقول للزميل سيف زاهر، لا، الاهلي هو اللي مش هيسكت على الواقعه دي وهو اللي مش هيعديها. خدوا بال حضراتكم ان الموضوع تحول لجنه الانضباط، طبعا كابتن محمد فضل قال في مداخلته انه حول الامر لجنه الانضباط، ولجنه الانضباط هتباشر التحقيق على طول في المخالفه او في الواقعه، يعني هي ما لم يثبت حتى اللحظه انها مخالفه، هتتوقع هتحقق في الواقعه. ولجنه الانضباط في حد ذاتها يعني علامه استفهام، احنا هنا من السياسات الواضحه والصريحه في المحطه ان احنا لا نتدخل الا فيما يعني النادي الاهلي ويمس وما يمس كيان النادي الاهلي. لكن ما عدا ذلك احنا يمكن نكون القناه او الاعلام الرياضي الوحيد الذي لا يتعرض للاخرين، يعني احنا حاطين نفسنا في خانه النادي الاهلي فقط لا غير، احنا باصين في كراستنا بيهمنا مصلحتنا فقط لا غير، بنبص على طريقنا اللي جاي وبنص على مشوارنا فقط لا غير، مش معنيين. وبس خليني اقول انه في اوقات كتيره جدا انا كواحد بيشجع رياضه وبيتابع الاعلام الرياضي بشكل كبير جدا بجد لجنه الانضباط مش موجوده او عاجزه على التعامل مع عدد كبير جدا من المخالفات اللي بتطول اعضاء اتحاد او المسؤولين عن اداره ملف اتحاد الكره واللجنه الخماسيه في شخصهم، ومع ذلك ما شفناش تحرك سريع بهذه الدرجه. خلي بال حضراتكم برضو كهربا في شخصه هو في حد ذاته الحقيقه مثال يجب ان يحتذى به في نفس الوقت، يعني لو حضراتكم تتذكروا مشكله كهربا في ماتش السوبر واللي نتج عنها قرار بدايه بايقافه لغايه نهايه الموسم وتم تخفيضه بعد كده او تم تعديل القرار انه يكون ايقاف 10 ماتشات، استند القائمين على اتخاذ هذا القرار او تطبيق هذه العقوبه في مشكله كهربا على ان هو كان البادئ بعمليه الاحتكاك. يعني كهربا تعرض لهذه العقوبه الكبيرة يعني اللي كانت إيقاف حتى نهاية الموسم وتم تخفيضها لعشر مباريات فقط لأنه كان البادئ بالاحتكاك، وأعتقد أنه هنا ده مبدأ إحنا كمان بنطالب بتطبيقه في نفس واقعة كابتن فضل وكابتن محمود كهربا. دي نقطة. النقطة الثانية الحقيقة ودي نقطة في غاية الأهمية الحقيقة، يمكن إحنا يعني زي ما بكلم حضراتكم على دور لجنة الانضباط وبكلم حضراتكم على واحد من أعضاء اللجنة الخماسية، هو نصا كابتن محمد فضل قال الآتي، قال مفيش حد أكبر من القانون واللي أخطأ لابد إن هو يعاقب. نفس المبدأين دول إحنا متمسكين بيهم جدا، إحنا كنادي أهلي مش إحنا كقناة، إحنا كنادي أهلي، أنا هنا بتكلم بلسان النادي الأهلي وبإدارة النادي الأهلي، احنا نطالب ايضا بتطبيق المبادئ دي. مفيش حد كبير على القانون ومن اخطا لابد ان يعاقب. وفي هذه المساله تحديدا وقعت كهربا، انا بقول لحضراتكم انه مش محمود كهربا هو في المواجهه، لا، النادي الاهلي هو من يقف في المواجهه ومستعد للتصعيد باي شكل من الاشكال حتى الوصول الى الفيفا. الفيفا اللي اختارت اللجنه الخماسيه عشان يديروا شؤون اتحاد الكره في مصر. قولا واحدا الاهلي هو من سيواجه. كنا نتمنى الا تتطور الامور لهذا الحد او لهذه الدرجه، وعلى اعتبار طبعا انه كمان محمد فضل واحد من ابناء النادي الاهلي، لكنه للاسف هو اللي اختار الطريق الصعب. هروح مع حضراتكم سريعا جدا لاسبانيا، وفي كلام كتير جدا على الكره الاسبانيه في حلقه النهارده الحقيقه، يمكن بس الموضوع ده خدنا، بس كان لابد ان احنا نحط النقط فوق الحروف ونوضح الموضوع بكل تفاصيله لجماهير النادي الاهلي.
وقع معلش شيء بالشيء يذكر للاسف الشديد للاسف، وانا كنت بقول لحضراتكم انه الواقعه دي ليها دلالات ثانيه كيف تدار الكره المصريه في هذا التوقيت. انا عايز اقول لحضراتكم هذه المعلومه من مصدر موثوق منه، وانا ما كانش ممكن اعلنها على شاشه الاهلي الا لو كنت متاكد منها بنسبه 100%. محمود عبد المنعم كهربا تم استبعاده من معسكر المنتخب الوطني على خلفيه الاشكاليه اللي حصلت مع محمد فضل. وكابتن حسام البدري تلقى اتصال من محمد فضل وعمر الجنايني طالبوه باستبعاد كهربا، وهو ما تم الموافقه عليه، وتم استبعاد محمود عبد المنعم كهربا من معسكر المنتخب الوطني. باي منطق؟ يعني باي منطق اذا كنا احنا بنتكلم على مسابقات قويه وانديه قويه تصب في النهايه لمصلحه الرياضه المصريه وتصب في النهايه لمصلحه منتخب وطني قوي قادر على تمثيل الدوله المصريه، باي منطق يتم استبعاد لاعب لتصفيه حسابات شخصيه كان من الممكن جدا يكون مفيد للمنتخب في نفس التوقيت، في نفس التوقيت اللي بيتم ضم لعيبه ثانيه ما شاركتش ومش موجوده على الساحه ولا في المشهد الرياضي بقالها فتره. حسابات بتطرح كتير جدا من علامات الاستفهام. هروح لاسبانيا، اسبانيا في حته ثانيه خالص، يعني تقول لي كبوه ريال مدريد، تقول لي مشاكل في البارسا، ولكن تبقى المنظومه الحقيقه واحد من اقوى الدوريات واكثرها يعني تاثيرا في الناحيه الاقتصاديه. خليني اروح لناتشو لابارجا الصحفي بجريده لاماركا الاسبانيه، هيكون معايا من خلال فيديو كونفرنس. في البدايه طبعا برحب بيك على شاشه النادي الاهلي، وخليني الاول ابتدي بالبارسا الحقيقه، يعني بعد القرار الاخير باستبعاد او بتقديم رئيس البارسا بارتوميو لاستقالته وتعيين مجلس تسيير الاعمال في الوقت الحالي، هل تعتبر ده بمثابه تصحيح مسار للبارسا ولا ليك وجهه نظر مختلفه؟ مساء الخير، اشكركم جزيلا. انا سعيد اني معكم اليوم. بالفعل غادر السيد بارتوميو، واعتقد انه كان يجب عليه مغادره مكانه ومجلسه منذ اكثر من شهرين او ثلاث منذ بدات الازمه، لم تكن قد تبقت اي طرق او حلول اخرى لم يطرقها النادي. هو هذا الرئيس بعد ان غادر وبعد ان تم تعيين مجلس تسيير الاعمال في الوقت الحالي حتى انتخاب مجلس جديد، واعتقد هذا هو الحل الاكثر فاعليه بالنسبه لنادي برشلونه. البعض يرى انه استقاله بارتوميو بتكشف عن حقيقه انه ليو ميسي هو الحاكم الفعلي للبارسا، مما قد يصعب من مهمه اي مجلس اداره او اي رئيس جديد قد ياتي في نفس المنصب. بالفعل ميسي له اليد العليا في شؤون كثيرة في برشلونة، نعرفه وقد قلت قبل ذلك في مقابلات سابقة وكلنا نعرف هذا، أن ميسي من وراء الستار يستطيع تحريك بعض، لكنه له حد في قدرته على تحريك الأشياء، لأن في النهاية نادي برشلونة مؤسسة كبيرة وعريقة لها ثقلها في سوق الرياضه بصفه عامه، فبالرغم من قوه ونفوذ ميسي الا ان هذه القوه لا حدود، لكن ما فجر هذه القوه مؤخرا هي مساله انتقاله من برشلونه الى احد الانديه الاوروبيه. هل تتوقع انه مساله انتقاله، وخصوصا انه في بعض الاخبار يعني بتتكلم على اقترابه من مانشستر سيتي، هل تتوقع انه استقاله بارتوميو قد تبقي على ميسي في برشلونة، ولا فكرة أو خيار ترك البارسا ما زال وارد بالنسبة للنجم الأرجنتيني؟ أعتقد أن إمكانيات أن ميسي يبقى في برشلونة تزداد بالفعل، لأن كل ما أشار إليه من طلبات قد لبي إليه، لكن فكرة أن يذهب إلى أندية أخرى هذا لا يمكن أن ننكره على الإطلاق. طيب لو كلمت على كومن المدير الفني للبارسا، واعتقد انه في الجزئيه دي يتساوى الريال والبارسا، يعني تبدو انه بدايه السيزون بالنسبه لهم متعسره خصوصا بعد اخفاقات الموسم الاخير وعدم وصول اي من الناديين حتى لقبل نهائي دوري ابطال اوروبا، هل تتوقع ان تتحسن المسيره بالنسبه لهم خصوصا مع وجود زيدان في الريال وكومن في البارسا، ولا تتوقع انه يعني تزداد النتائج سوءا؟ Es verdad que Kuma
أعتقد أن كومان حتى الآن لم يأتي بعصاه السحرية، وأداء برشلونة ما زال محزنا حتى بالنسبة لمشجعيه، وهذا ما يقوله الصحفيون والنقاد إلى آخره. شخصية برشلونة لم تظهر، لكن أعتقد أنه مع الوقت يمكن أن تظهر بصمات كومان ويصعد برشلونة في أدائه رويدا رويدا. تتوقع استمرار كومان مع برشلونة؟ أعتقد أن على الأقل هذا الموسم لن يرحل هكذا سريعا، وأعتقد أنه سيأتي بنتائج إيجابية قريبا. طب لو ذهبنا لريال مدريد، يعني أحد أكبر أندية أوروبا، واللي الحقيقة برضو بداية موسم غير موفقة مع بعض الأخبار اللي بتتحدث عن قرب انتقال أو إمكانية انتقال زين الدين زيدان المدير الفني للريال لباريس سان جيرمان خلافة توماس توخيل. إيه صحة هذه الأنباء، وإزاي بتشوف مستقبل زيدان مع الريال؟ أعتقد أن هذه الشائعات لن يترك زين الدين زيدان، لا، وهو دائما يقول أن رأسي ليست في مكان آخر، وأنا لا أفكر في أمر آخر أو في ترك الفريق، وإذا فكرت في يوم من الأيام فسأعطي إشارات بالمغادرة بوقت كاف قبلها، لكن في الوقت الحالي لا أعتقد أن زيدان يمكن أن يذهب إلى باريس سان جيرمان. ناتشو لابارجا، صحفي بجريدة لاماركا الإسبانية، بشكرك شكرا جزيلا على التواجد معنا في السادسة، وكل طبعا توفيق. أنا عارف أنه البارسا والريال ليهم من الجماهير والعشاق في مصر الكتير والكتير الحقيقة، نتمنى الحقيقة استعادتهم لرونقهم وقوتهم مرة تانية، أعتقد ده يضفي مزيد من المتعة على كرة القدم، وخصوصا طبعا في دوري الأبطال. فقراتنا متواصلة ومستمرة مع حضراتكم في السادسة مع زميلتي سارة، بس بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مرة تانية، والحقيقة عايزة أكد على أنه النادي الأهلي لحد آخر لحظة كان بيظهر احترام كبير جدا للجنة الخماسية والاتحاد الكورة، وكان بيحاول يحافظ على العلاقات بشكل راقي ومحترم، وده كان باين جدا في تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ اللي أظهر احترام كبير جدا ليهم وللدور اللي لعبوه الفترة اللي فاتت، خاصة في ظل فترة كورونا. للحفاظ على العلاقات دي بالشكل الطيب ده، وعشان ما نبوظش فرحتنا واليوم يكمل بالشكل الراقي العظيم اللي شفناه في استاد الأهلي ودرع مؤمن زكريا وكابتن محمود الخطيب، وعشان ما نبوظش الاحتفال قررنا إننا ما نصعدش الموضوع. لكن مع كل ده كابتن محمد فضل يقرر ان هو يقدم شكوى ضد كهربا في لجنة الانضباط، واعتباره ان سكوت النادي الاهلي وان النادي الاهلي ما يقررش ان هو يصعد الموضوع ضعف او معناه ان كهربا ملوش حق، فده غلط وغلط كبير من كابتن محمد فضل. وعشان كده النادي الاهلي قدم شكوى ضد كابتن محمد فضل بسبب السلوك اللي لا يليق بمسؤول في اتحاد الكورة ولا يليق بأي مسؤول عموما، وفي إحساس الحقيقة بالأسف الشديد كبير جدا عند جمهور النادي الأهلي تجاه تصرف كابتن محمد فضل في حدث كبير زي ده، مش بس لكونه مسؤول كبير في المكان ده وفي وقت وجود كابتن محمود الخطيب وبالمظهر اللي احنا كنا شايفينه الحقيقة اللي كان مفرحنا كلنا، لا كمان لأنه كان ابن من أبناء النادي الأهلي. كلنا عارفين العلاقة بين كهربا ومؤمن زكريا والحب الكبير اللي بينهم هما الاثنين، العلاقة الطيبة من أيام ما كانوا في ناشئين في النادي الأهلي، وموقف كهربا هو موقف كل لاعب من لاعبي النادي الأهلي وكل واحد من جمهور النادي الأهلي اللي بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يسعدوا مؤمن زكريا ويرفعوا من روح المعنوية في الفترة دي. المفروض ان كابتن محمد فضل كان ممثل اتحاد الكرة المصري بتسليم الاهلي درع الدوري وقاعد جنب كابتن محمود الخطيب، وده بسبب تصور الناس عنه وقد ايه هو طبعا حد كبير وعارف مسؤوليات المنصب اللي هو فيه، لكن للأسف في الموقف ده يعني ظهر عكس ده، التصرف كان غير مسؤول، ما يخرجش المفروض من شخص في المنصب ده. وكمان انك بعد كل ده والفيديوهات واضحة للناس كلها واضح مين اللي غلطان، تقدم شكوى في كابتن محمود كهربا واضح في الفيديو ان اللاعب مغلطش، ده كان غريب جدا بالنسبة للجماهير. احنا عارفين ان كهربا توقف 10 ماتشات بعد ماتش السوبر، بالرغم ان في لعيبة عملت اكتر من اللي كهربا عمله وما توقفوش كل المدة دي. فالحقيقة محاولة تحميل محمود كهربا المشكلة اللي حصلت دي وهو مش غلطان، ده مش مقبول، والنادي الاهلي مش هيقبله،
كمان اللاعب استجاب لقرارات النادي الأهلي ورغبة النادي الأهلي فإن الموضوع ينتهي وديا، لكن في النهاية كابتن محمد فضل حب يقدم شكوى في النادي الأهلي. كمان يعني الحقيقة لو حب يقدم شكوى في كهربا فالنادي الأهلي كمان بيقدم شكوى وبيلجأ بقى، هنلجأ بقى للفيديوهات اللي بتوضح الحقيقة، بتوضح كلنا شفنا الفيديو وكلنا شفنا مين اللي ابتدى، مين اللي غلط، مين اللي تعدى بالقول وبالفعل. وفي نفس الوقت هو في شهود طبعا على الواقع دي، والنادي الأهلي هيطلب ان الشهود دول يتسمع طبعا شهادتهم. الناس اللي كانت بتسأل مهمة قوي، ان الناس كانت بتسأل هو الإيقاف ليه لنهاية الموسم، كان وقت الكهرباء وقت موضوع السوبر وبعدين اتخفض لعشر مباريات، عشان اللجنة كتبت بالضبط وقتها ان كهرباء هو اللي بدأ. طيب يا ريت بقى يا جماعة في الواقع دي نشوف بقى في الفيديوهات مين اللي بدأ، يعني نستند لنفس اللي اللجنة استندت له وقت موضوع كهرباء ووقت ما خفضوا الماتشات أو الإيقاف لعشر ماتشات، نشوف بقى مين اللي بدأ، مين اللي تعدى باللفظ وبالقول. واضح جدا التعدي في الفيديو من جانب كابتن طبعا محمد فضل. كابتن سيف زاهر قال بالنص أول امبارح أن كابتن فضل قال الموضوع مش هيعدي، وإحنا اللي بنقول لكابتن سيف زاهر، إحنا اللي بنقول إن الأهلي مش هيعدي الموضوع. النادي الأهلي تقدم بالشكوى الأولى لرئيس اللجنة الخماسية وطلب عقاب كابتن محمد فضل، والشكوى الثانية للجنة الانضباط، وطبعا لازم هيراجعوا الفيديوهات ويشوفوا مين اللي بدأ. الأهلي لن يقبل ولن يسمح بعقوبة كهربا، وكهربا بيمثل النادي الأهلي ومفيش حد فوق القانون وفوق اللوائح، ولو حصل غير ده هنلجأ للاتحاد الدولي باعتبار كابتن محمد فضل موظف في اللجنة الخماسية وبيتقاضى راتب. الحقيقة بقى غريب جدا وزاد من موضوع بشاعة إن كابتن فضل كلم كابتن حسام البدري وده على مسؤوليتنا وطلب منه استبعاد كهربا من المنتخب. طب إزاي؟ هو للدرجات دي مصلحة منتخب مصر مش مهمة؟ يعني هل الأهم إن إحنا نستبعد لاعبنا المنتخب علشان عمل أزمة معاه؟ يعني النهارده لما كابتن حسام البدري يعلن عن قائمه المنتخب او ضم ست لاعبين من الاهلي، الشناوي، ايمن اشرف، حمدي فتحي، السوليه، هاني وقفشه، الغريب انه يعني تم استبعاد كهربا من الحسابات بالتزامن مع الازمه اللي حصلت بينه وبين كابتن محمد فضل وقت طبعا احتفاليه الدوري. يعني كل ده كان بالنسبه لنا غريب جدا، تساؤلات كتير بتدور حول القصه دي بصراحه. منين كابتن حسام البدري كان قايل لكهربا انه مفروض معاه وفي حساباته وناس من المنتخب قايلين له انت معانا ومن اللعيبه اللي بنعتمد عليها، وفجاه يعني بين يوم وليله الدنيا تتقلب وتتغير بعد المشاده الاخيره دي بينه وبين كابتن محمد فضل. عاوزين نعرف بس، هي يعني الناس بتسال هي الامور ماشيه ازاي، بتدار ازاي، بانهي شكل، بآليه الحب والكره، انت حبيبي اعمل لك اللي انت عايزه ولا مصلحه المنتخب هي الاهم؟ مش المفروض يكون في فصل في الامور دي؟ يعني ده مصلحه الكره المصريه، مصلحه منتخب مصر اهم حاجه. منين اوعد لاعب انه معايا ومنين نيجي نستبعده دلوقتي فجاه دون اي اسباب ونضم لاعب تاني مثلا ما شاركش بقاله سنه؟ يعني الاهلي اللي عايز اكد عليه مش هيتنازل عن حقه. كابتن كهربا لو كان غلط النادي الاهلي ما كانش هيستنى ان حد يقدم فيه شكوى، النادي الاهلي كان هيعاقبه. بقولها تاني وباكد ان النادي الاهلي مش كابتن محمد فضل هو اللي مش هيسكت، لا، النادي الاهلي هو اللي مش هيسكت على حقه. ولما الناس بقى تقول ان كده عقوبه السوبر وقتها كانت عقوبه سياسيه او لاسباب تانيه، هنا خلاص الناس حقها تقول ده، النادي الاهلي مش هيسكت على حقه. فاصل ونرجع نستقبل كابتن احمد نخله. يعتبر النادي الاهلي بوابه اي لاعب لدخول عالم الشهره والمجد بالساحره المستديره لما للمارد الأحمر من تاريخ كبير وبطولات. أحمد نخلة هو أحد النجوم الذين دافعوا عن ألوان قلعة الجزيرة، حيث نجح في تقديم مستوى رائع ليحفر اسمه في أذهان عشاق وجماهير كتيبة الشياطين الحمر بفضل أهدافه الحاسمة. أحمد السيد أحمد النعماني والملقب بأحمد نخلة أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في الأهلي في فترة التسعينات، حيث لعب لصفوف القلعة الحمراء عامين فقط من عام 1995 إلى 1997، فهو الظهير الأيسر الذي انتقل إلى صفوف الفريق الأحمر قادما من نادي المقاولون العرب بعد أن لعب ضمن صفوف الأخير لمدة ستة مواسم. يعتبر نخلة أفضل ظهير أيسر في الكرة المصرية عام 1993 وأحد اللاعبين الذين تسببت الإصابة في رحيله مبكرا عن الأهلي
رغم بدايته القوية مع الفريق. وعلى الرغم أنه شارك مع الفريق لمدة موسمين فقط، إلا أنه أحرز معه 5 بطولات في موسمين، وهم بطولة للدوري المصري وبطولة كأس سوبر، إضافة إلى بطولة النخبة العربية ولقب كأس مصر. بعد مشواره القصير مع الأحمر، انتقل أحمد النعماني الملقب داخل جدران النادي الأهلي بنخل الذهبي أو النفاثة إلى فريق المصري البورسعيدي، قبل أن ينتقل لخوض تجربة أخرى مع نادي بلدية المحلة، ثم اتجه إلى مجال التدريب وخاض عددا من التجارب في دولة الكويت التي استمر فيها لمدة 11 عاما، لعل أبرزها حينما كان يتولى منصب المدرب العام لفريق التضامن الكويتي. كابتن أحمد نخلة، مسيرة من التألق والإبداع، ابن من أبناء النادي الأهلي، ومش بس جمهور دايما فاكره ودايما في ذكرياته طبعا كابتن أحمد نخلة، ومش بس أمتع الجمهور وهو في الملعب، لكن كمان لما بيبقى معانا وبيتكلم في الكورة وبيتكلم من الناحية الفنية، الحقيقة بيمتع الجمهور كمان. بنورني يا كابتن. الله يخليك، شكرا طبعا على المقدمة الجميلة دي. أتشرف طبعا بوجودي مع حضرتك في قناة الأهلي، بيتنا زي ما حضرتك قلتي. يعني انتهز الفرصة وأبارك للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارة كابتن محمود الخطيب على رأسهم طبعا، واللعيبة والجهاز الفني على الفوز بالدوري العام 42، ويا رب إن شاء الله تكمل بنهائي أفريقيا اللي جاي بإذن الله. يا رب بإذن الله يا كابتن. وبإنك بدأت بقى بطبعا التتويج بالدوري، خليني أبدأ معك طبعا مباراة الأهلي وطلائع الجيش، مباراة التتويج وشفتها إزاي، شفت لحظات التتويج إزاي، وكمان هنتكلم فنيا، يعني بالرغم إن إحنا ما كناش محتاجين 3 نقط ولا حاجة، ولكن شفنا الحقيقة نادي الأهلي تحت قيادة موسيماني عامل مباراة قوية جدا. هو طبعا يعني آخر مباراة طبعا، وكان يهمهم طبعا النادي الأهلي أو الجهاز الفني ان هو يشرف بعض اللاعبين الصغيرين في السن او اللاعبين البعاد عن الملعب، يعني مثلا زي وليد سليمان مثلا واللاعبين الصغيرين، فده برضو كان فرصه، لكن الهدف برضو ان انا افوز، الهدف ان انا افوز مع كل الاحترام. طبعا والعربي بدر كانوا في المباراه بالظبط كده. دولت برضو يعني ان شاء الله باذن الله اللي جايين، ان شاء الله باذن الله مستقبلهم جاي ان شاء الله العربي، وفي فخري وفي برضو شكري وفي شادي، في مجموعه جميله جدا من ناشئين النادي الاهلي، وده برضو بيدل على ان قطاع الناشئين شغال بشكل كويس قوي، في احترافيه في الشغل، يمكن حتى اعتقد ان في مدير فني اجنبي الكابتن خالد بيبو تواصل معاه وبقى موجود دلوقتي ان هو برضو يشرف على القطاع، فده طبعا يعتبر زي نجاح طبعا. مباراة طبعا انا بقول ان مصر الموسيماني طبعا يعني مع السي في القوي بتاعه ما شاء الله، ان هو احرز 10 بطولات كان ماسك سان داونز، ومدرب كويس جدا وعنده رؤيه فنيه كويسه قوي قوي الفتره اللي فاتت، بصراحه تدل على انه مدرب شاطر جدا، مدرب مجتهد، مدرب بيحضر كويس قوي، عجبني جدا جدا من اول مباراه المقاولين اللي بداها فازوا طبعا، وكان في ام بي وكان في الانتاج، وبعدين المباراتين الذهاب والاياب مع فريق الوداد بصراحه يعني الاداء عجبني جدا. يعني انا اتكلم مثلا كفنيا التكتيك اللي بيشتغل بيه طبعا، هو بيلعب ب4-2-3-1، واعتقد ان طريقه اللعبه دي مناسبه قوي، انا بحبها جدا بصراحه، يعني في 4-4-2 وفي 4-1-4-1 لكن و4-3-3 بشكل هجومي، لكن 4-2-3-1 هو بيعتمد على امكانيات يعني كواليتي اللاعبين اللي عنده، وفعلا لاعبين النادي الاهلي كلهم عندهم مهاره، وفي لا مجموعه كبيره جدا برضه الموهبه موجوده، يعني واحد زي محمد مجدي قفشه مثلا، ما هو 4-2-3-1 هو هيكون موجود تحت المهاجم بلاي ميكر. فبصراحه انا لما كان محمد مجدي قفشه مع مستر فايلر ما كانش ظاهر بالمستوى الفني العالي ده. يعني اشمعنى لما جه مستر موسيماني اللاعب ده تالق؟ من وجهه نظرك ليه؟ من وجهه نظري ان هو شاف ان اللاعب ده عنده امكانيات فنيه عاليه، قدر يوظفه في المكان بتاعه. ممكن مثلا نتكلم ان مستر فايلر كان ساعات يلعبه طرف يمين مثلا مكان حسين الشحات، في لما كان حسين مصاب، لا ده يلعب بلي ميكر فقط، ما يطلعش المكان ده، لو انت هتحاول تحطه في مكان تاني غير المكان ده مش هتاخد منه افضل حاجه عنده. لا انا لو حاول الاعب قفشه في مكان غير البلي ميكر اقعده بره احتياطي او احطه في المدرج،
بس. ومحمد هاني برضو يا كابتن من الناس اللي تطورت. محمد هاني طبعا ما شاء الله، انا بقول ان شاء الله باذن الله ان ده مستقبل جاي. محمد هاني عنده امكانيات فنيه عاليه جدا، عنده جانب بدني عالي قوي قوي ما شاء الله، بيقدر يعمل التحول السريع من الهجوم للدفاع بشكل سريع جدا جدا. ومحمد هاني برضو من اللعيبه ما شاء الله اللي لعب كتير. فلعيب الكوره لما يلعب في النادي الاهلي يلعب مباريات كتير باستمرار، لعيبه المباريات بتجيب اللاعب، بتزيده خبره، بتزيده ان احنا بنقول لها في مجال شغلنا ايه، تقل في الملعب خلاص حافظ المكان، بيقدر يعني يتاقلم مع اي مباراه، حتى لو مباراه دوليه برضه بيقدر يتاقلم معاها. وان شاء الله باذن الله يعني انا بتفائل ان محمد باذن الله يكون باك رايت مصر الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ديانج كمان من اللعيبه اللي شفناها. والله ديانج ده قصه كبيره جدا جدا، انا مش عاوز يعني بصراحه يعني بقول للنادي الاهلي شكرا. بقول كابتن محمود الخطيب مجلس اداره النادي الاهلي بصراحه انا بشكركم على الهديه اللي انتوا جبتوها لجمهور النادي الاهلي وفرقه النادي الاهلي. ان ديانج دوت من اللعيبه المؤثره في الفريق الاول للنادي الاهلي. بمعنى بين اكتر مع موسيماني يا كابتن؟ والله قبل موسيماني كان كويس جدا برضه، بس الفتره الاخيره الفتره اللي لعب بيها الفتره اللي فاتت دي برضه كويس قوي. وظهر بمستوى فني عالي برضه، لان الراجل دوت بصراحه يعني بيقدر يتعامل نفسيا مع اللعيبه بالظبط، عنده العامل النفسي ده. يعني انا حاله قفشه دي ليه من ايه؟ اتعامل معاه بشكل كويس قوي. يعني هو بيحب لعبه الكوره، يحب اللاعب اللي عنده فنيات، يحب اللاعب اللي عنده مهاره، يحب اللاعب المبدع. يعني انا عجبني جدا جدا حسين الشحات، بس هرجع ديانج، بس خلينا نتكلم على حسين في المباراه بتاعت الوداد اللي على ملعبنا في مصر، الهدف اللي جابه. يعني انا واحد من الناس انفعلت لما حسين راح ورقص اللاعب وبعدين كان يقدر يحط باص لقفشه يجيب جون خلاص الطبيعي، لكن هو عمل الصعب قوي. صح. وعمل يعني انا بقول الهدف ده يتحسب لك يا حسين بصراحه. ان انت مش موهبه، ده اسمه ابداع. فحسين الشحات ابدع ان هو جاب جول جميل قوي. الجون فعلا طلع شكله حلو قوي جدا، وبنقول انه من افضل الاهداف في دوري ابطال افريقيا. مع ان كان من الممكن ان هو يلعب باص لزميله اللي جنب قفشه يجيب جول، لكن هو عمل الصعب. وانا بقول لحسين هي اتحسبت لك وانت محظوظ ان انت كملتها وجبتها جون يا حسين، لكن لو كانت ضاعت كان هيبقى في نقد كبير جدا جدا عليك، لكن انت عملت الصعب وانا بقول لك ده ابداع منك. بس نرجع لديانج. ديانج والسوليه في نص الملعب عاملين تقل كويس قوي قوي. طبعا مش عايز اتكلم على السوليه دلوقتي، لكن اتكلم على ديانج بشكل تكتيكي رقم واحد. ان اي مدرب عنده اللاعب ده تكتيكيا هينجحني بشكل غير عادي. هو ده اللي حصل مع مستر موسيماني، ان هو استعان بديانج في نص الملعب. المفروض ان هو بيلعب رقم 6 ورقم 8، اثنين ديفندرات في نص الملعب. 6 دوت المفروض هو ديانج، لان 6 نفس طارق حامد في الزمالك كده، مدافع فقط في نص الملعب، دوره ان هو يدافع، يعطل الهجمات، يحاول بقدر الامكان يستخلص الكره من المنافس في نص الملعب ويلعب باص. ده دوره. ده دوره ان انت بتعمل دور دفاعي فقط، ده دور ديانج. لا، ديانج بيقوم بدوره، وبيقوم برضه بدور رقم 8 اللي هو السوليه، لان السوليه له ادوار في نص الملعب، مش دفاعي بس، لا ده دفاعي ونفس الوقت هجومي. يعني الزياده للسوليه ان هو بيزيد ويقرب من الاطراف والبلاي ميكر ويكمل معاهم. ديانج بيقوم بالدور ده. الحلو قوي في الموضوع ان ديانج بيعمل الزياده العدديه بشكل كويس قوي قوي، وفي نفس الوقت اول ما تنتهي الهجمه بيعمل التمركز بتاعه بشكل جيد في مكانه تاني بسرعه. ده يدل على ايه؟ على انه بدنيا عالي قوي قوي، خططيا بيسمع كلام المدرب، برجع في مكاني تاني تمام. الجانب المهاري عنده كويس جدا برضه، ان هو برضه في نص الملعب بيقدر الباص بيطلع من رجله سليم، وده دوره. لكن بصراحه انا بقول ان يعني النادي الاهلي بصراحه يعني بحترمه جدا جدا على الصفقه ديت بصراحه، فرقه كتير مع النادي الاهلي بجد يعني. طب لو رجعنا كمان للقطه التتويج، فطبعا مباراه الاهلي وطلائع الجيش ووجود مؤمن زكريا ودرع مؤمن زكريا، كنت شايف اللحظات دي ازاي يا كابتن وانت نجم من نجوم النادي الاهلي؟ والله طبعا انا طبعا يعني من خلال حضرتك طبعا، من خلال قناتنا قناه النادي الاهلي، بشكر النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره كابتن محمود الخطيب والجهاز الاداري والفني وسيد عبد الحفيظ وسامي قمصان، كل المجموعه كلهم بصراحه يعني، ان يعني بصراحه يعني الموضوع انساني بحت. الموضوع يعني انساني بحت، يعني مؤمن ده واحد من اولاد النادي الاهلي، وكمان اللعيبه كمان حب اللعيبه المؤمن. انا بصراحه يعني شايف، انا بقول لهم يعني ان شاء الله باذن الله شفاء مؤمن
نفسي ان شاء الله قبل ما يكون كعلاج وكده. العامل النفسي ده يا جماعه مهم جدا. فانا بقول يعني بصراحه بشكر طبعا النادي الاهلي بكل المجموعه كلها ان هم قدروا يتصرفوا مع مؤمن بالشكل ده. العقد بتاعه ان هو كمان يقدر ياخده بشكل كامل بصراحه يعني بشكرهم طبعا. طبعا لمؤمن يستاهل بصراحه. دعم على المستوى المادي والمستوى النفسي من جانب النادي الاهلي. العامل النفسي رقم واحد. يعني الماده دي ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي مش بيأثر مع اي حد بجد يعني. لكن العامل النفسي ده مهم جدا جدا ان هو يتم تكريم مؤمن بالشكل ده ويكون موجود في الاحتفال بدرع الدوري. بصراحه يعني ده شيء جميل قوي بصراحه. على قد فرحتنا يا كابتن وفرحه جمهور الاهلي بالدرع ال 42، ولكن في مشكله في واقعه يعني يمكن قللت من الفرحه دي شويه او بتحاول ان هي تبوظ الفرحه دي، بس باذن الله ما حدش يقدر يبوظ فرحتنا ان شاء الله. حضرتك شفت الموضوع ده ازاي؟ كان ليك راي فيه قبل الهوا لما كنا بنتكلم؟ والله طبعا المشكله بتاعت محمد فضل وبتاعت كهربا طبعا يعني بصراحه يعني انا ما كنتش حابب بجد بجد انها تكبر بالشكل ده. محمد فضل ابن من ابناء النادي الاهلي. محمد فضل على المستوى الشخصي انا اعرفه شخصيا يعني مؤدب جدا ابن ناس طبعا وكان لاعب كويس قوي وكان لاعب خلوق. لكن الواقعه انا مش بصراحه مش عارف ليه وصلت للمرحله دي. تعامل محمد فضل ان هو انت يعني انت بتمثل الاتحاد المصري لكره القدم، انت كنت موجود بتمثل الاتحاد مع كابتن محمود الخطيب والموضوع كان ماشي بشكل ممتاز جدا جدا. اتفاجئت بالواقع طبعا، مش كنتش حاب ابدا ابدا ان محمد فضل يدخل في مشاده مع محمد كهرباء مع محمود كهرباء. يعني اعتقد يعني انت يعني وجود الكابتن محمود الخطيب شيء كبير يعني، ده اكبر تكريم ليك يا فضل ان انت تكون موجود مع كابتن محمود الخطيب. فاي التحام واي يعني لو حتى محمد لو حتى كهرباء ما كانش سلم عليك في الاول يعني اعتقد انت ممكن تتغاضى مش مبرر لا تتغاضى عن الواقع. لان انت يعني اعتقد يعني انت بتمثل الاتحاد ان انا احاول احتك بكهرباء او اوصل ان هو حابب ان هو يفرح بزميله وكده. بصراحه ما كنتش حابب خالص خالص الموقف يوصل لكده. وكمان تطور الموضوع ان انا احاول اروح الاتحاد واحاول ادور على اللائحه او اخد موقف. انت مش بتعادي كهرباء كابتن فضل، ده انت كده بتعادي النادي الاهلي، بتعادي جمهور النادي الاهلي. المفروض ان النادي الاهلي كمان ما صرحش بحاجه، الموضوع كان هيهدى. واللي اخطا في البدايه هو حضرتك ان انت حاولت تلمس محمد وكهرباء وتحاول يعني تشده. فاعتقد يعني لا والفيديوهات موضحه كل ماشي حاجه ماشي الفيديوهات موضحه كل حاجه. ما انا بقول ان من الافضل ان انا كنت التزم ان انا اكون موجود في وجود الكابتن محمود الخطيب القيمه الكبيره صح. والاسطوره بتاعتنا والكبير بتاعنا بتاع الكوره في مصر. بنيجي يعني بنفخر بكابتن محمود طبعا ان هو يعني القيمه الرياضيه في مصر الكبيره طبعا موجود الكابتن حسن شحاته طبعا ونجومنا الكبار برضو يعني. لكن انا بقول يعني خانك طبعا التوفيق في ان انت تحاول تشد كهرباء وكده. انت نزلت المستوى لاعب، انت مش لاعب، انت يا فضل كنت موجود ان انت بتمثل الاتحاد المصري لكره القدم، كنت التزم وبعدين ارجع تاني مثلا لمسؤول في النادي الاهلي ان كهرباء في وجود كابتن خطيب سلم على كابتن محمود وسلم على مؤمن وما سلمش عليا، تقدر ترجع فيها لحد من مجلس اداره، ترجع فيها ممكن للسيد عبد الحفيظ ان هو قريب منك وصاحبك سيد عبد الحفيظ. لكن ما عملش الموضوع دوت بصراحه يعني ما مش كويس بصراحه. خليني عايزه حضرتك كده تقول الو معانا كابتن ناصر مدير الكره السابق بنادي التضامن الكويتي. كابتن ناصر ديحاني. كابتن ناصر الو مرحبا. اهلا بيك يا حبيبي، اهلا بيك. يا هلا مرحبا، مساء الخير اول شيء. مساء النور، منورنا يا كابتن في برنامج السادسه. يا هلا ومرحبا فيكم، برنامج طبعا غني عن التعريف. حبيت امسي على الكابتن الكبير احمد نخله، ومسي على الاعلاميه المتميزه ساره محسن، وامسي على جماهير نادي الاهلي في الوطن العربي كله. منورنا طبعا يا كابتن، وعشره كبيره طبعا وذكريات كتير يا كابتن احمد. طبعا ده صديق عمري كابتن ناصر الديحاني، من الشخصيات المحترمه جدا اللي بجد ساعدني كتير جدا جدا في الكويت، وكان معايا على طول، ويعني شخص عز عليا جدا يعني بجد يعني. رحلتك في الكويت بتفتخر بيها طبعا. طبعا طبعا الحمد لله رب الحمد لله، سايب اثر طيب جدا هناك واخد بطولات. وهو كان من ضمن الناس بصراحه اللي كانوا داعمين ليا في النادي ان انا اقف شكله كويس، والحمد لله يعني بصراحه يعني انا سعيد بيه جدا، هو حبيبي قوي يعني. منورنا طبعا يا كابتن ناصر، وقول لي كده متابع صعود النادي الاهلي مشواره كده لحد ما صعد لنهائي افريقيا؟ والله انا شوفي انا بالبدايه ابارك النفس
كوني احد مشجعين نادي الاهلي، وبارك مجلس اداره نادي الاهلي وخاصه الاسطوره محمود الخطيب، وبارك الجهاز الفني والاداري واللاعبين وجماهير نادي الاهلي في الوطن العربي كله، وان شاء الله تكمل فرحتنا بفوز الفريق ان شاء الله في بطوله افريقيا. مشجع اهلاوي ان شاء الله. جدا جماهير نادي الاهلي حسين. بالنسبه للكابتن احمد نخله، يعني احمد نخله اخوي اخ صديق، وتعاملت معاه في نادي التضامن، حقق يعني العديد من البطولات والمراكز المتقدمه، يعني مدرب ما شاء الله عليه الله عليه. يعني اول شيء احمد نخله اخلاق، يعني كونه ما يتعامل ما تعامل معاه كمدرب، تعامل معاه كاخ، كذلك اللاعبين تعاملوا معاه كاخلاق، حصل على البطولات امانه مع نادي التضامن يعني بالفريق الاول، وكذلك المراحل السنيه حصل على بطولة نادي كذلك، يعني درب نادي القادسية الكويتي من اقوى الاندية في الكويت، حصل على بطولة يعني تاريخية في نادي القادسية ثلاثية. يعني واحمد نخلة انا يعني لازم يكون حتى الجماهير نادي الاهلي، احمد نخلة حاصل على لايسن اي، وحاصل على لايسن اي من الاتحاد الدولي، حاصل على عدة شهادات تدريبية. صراحة انا والله قاعد اتكلم على ما شاء الله عليه الله، مدربين ومن لاعبين متميزين وعملاق، سواء في اخلاقه وداخل الملعب او خارج الملعب. ايه اكتر حاجه بتميزه فنيا عن غيره من المدربين يا كابتن ناصر؟ والله شوف، احمد نخله يمتاز اول شيء، اول شغله بالهدوء، يدرس الخصم صح. يعني احنا عندنا مقوله في 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 كره القدم، الشوط الاول دائما شوط لاعبين، الشوط الثاني شوط مدربين، ابداع المدرب. احمد نخله ما شاء الله لا اله الا الله من الاشخاص اللي يقرا الخصم صح، يعرف شلون يتعامل مع اللاعب، يعرف شلون يقرا الخصم. يعني امانه حصلنا على بطولات يعني كانت لنادي التضامن نقله نوعيه، طلع العديد من اللاعبين حق المنتخب الكويتي، وصل لاعبين ما شاء الله لا اله الا الله، يعني تطور مستواهم، وصلوا المنتخب، مثل المنتخب الاولمبي الكويتي، عندنا لاعبين لعبوا بالفريق الاول كانوا صغار، وصعدهم اعطاهم فرصه ان يلعبون بالفريق الاول. وتعامله مع اللاعب، يتعامل مع اللاعب يعني كاخ كابن، ما يتعامل معاهم مثلا كمدرب بالعمل النفسي. شلون ما شاء الله حسن شحاته، انا كل كلمه اقول له انت المعلم، حسن شحاته نفس حسن شحاته، يتعامل معاهم كاخو. ربنا يخليك حبيبي، دي حته مهمه جدا فعلا، جانب النفسي ده يا كابتن احمد. طبعا تقول ايه الكابتن ناصر؟ والله الله يحاسبني عليها. حبيبي يا كابتن ناصر ابو محسن، بشكرك طبعا على كلامك الجميل دوت طبعا، وانا بقول طبعا اذا كنت انا نجحت ولا الحمد لله ربنا وفقني الحمد لله في الكويت، وقعدت فتره كبيره ديت ان انا برضو الحمد لله مستمر في التدريب، فده الحمد لله رب مش لوحدي، لا انا بقول لك انت كان لك دور كبير معايا، والحمد لله يعني كنت داعم ليا جدا جدا، وكنت شاطر جدا في شغلك، كنت بتوفر كل الامكانيات، حتى اللاعبين اللي احنا كنا بنقدر نتعامل معاهم نفسيا كان هو العامل المعنوي كان عند كابتن ناصر بصراحه. وبعدين هو كمان يعني علاقه كبيره جدا بيني وبين ناصر وبين حمود ومساعد وداري وحزام كل اخواته، يعني بيتي يعني بصراحه، يعني فكان يعني كابتن احمد احنا استفدنا منك، احنا خذيناك صراحه بالكويت واستفدنا منك، الحين الدور على 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 الاخوان في مصر في الاتحاد المصري انهم يستفيدون منك، واحنا ودنا ان ترجع عندنا بالكويت الحين يوم قبل باكر، بس يفكون الطيران ترجع وتمسك الفريق ان شاء الله. الله يخليك يا حبيبي، الله يخليك يا حبيبي. انت بالعكس خساره لنا، خساره احنا اقسم بالله العظيم، انا احلف بالله. يا رب يخليك يا حبيبي. افضل المدربين المتواجدين حاليا في دوله الكويت. الله يخليك يا حبيبي. بشكرك جدا كابتن ناصر. ياخذ الجوائز عن طريق افضل المدربين في الاتحاد الكويتي، دائما يعني يعطونا جوائز ويشارك معاهم بالامور هذه، كذا جائزه حصل عليها. واتمنى انك تقدمها ان شاء الله في البرنامج. بشكرك برنامج جداً. مميز، برنامج ستاتش صراحه لكل جماهير الوطن العربي، جماهير الاهلي في الوطن العربي كله يتابع ان شاء الله عليك. بشكرك جدا كابتن ناصر الديحاني، مدير الكره السابق بنادي التضامن الكويتي، شهاده كبيره طبعا كابتن احمد. طبعا والله انا سعيد جدا، وذكريات كبيره ومسيره رائعه والله مع نادي التضامن. والله يا ساره انا فعلا يعني مش عايز اقول لك، يعني سعيد جدا جدا بالمكالمه بتاعت كابتن ناصر، طبعا كلام كويس قوي وباين حبه للنادي الاهلي قوي، جدا اهلاوي. طبعا كنا على طول بنتفرج مع بعض على المباريات ونتابع، وكنا بنتصل طبعا على يعني اعتقد على سامي امصار، لان صديق شخصي ليا سامي حبيبي يعني، فكان على طول بيتواصل ويتصل عليه يبارك له، على سيد عبد الحفيظ، فهو انسان رائع وجميل، وفعلا كان واقف معايا وقفه كويسه قوي بصراحه الحمد لله.
طب نروح بقى يا كابتن لملف اللعيبه المعارين ورجوعهم. طبعا في كابتن صلاح محسن وناصر ماهر واكرم توفيق. والله انا برضو بشيد برضو بلجنه التخطيط ولجنه الكوره في النادي الاهلي ان انا اديت فرصه للعيبه مش هتلعب عندي ولعيبه كويسه، يعني لعيبه الامكانيات الفنيه عندها عاليه جدا ومش هتاخد فرصه عندي انهم يلعبوا في ظل وجود طبعا النخبه ما شاء الله في النادي الاهلي الكبيره اللي موجودين طبعا. فده يحسب للجنه التخطيط في النادي الاهلي، يحسب لاعضاء مجلس اداره ان انا اديت فرصه لاولادي ان هم يطلعوا يشاركوا في المباريات، يشاركوا في يلعبوا مباريات دوري، وكمان يعني برضو الحمد لله يعني حتى الفرق اللي روحوها فرق كويسه قوي وهم لعبوا بشكل كبير. يعني اعتقد يعني انا الاربعه اللي كان يعني اعتقد اكرم توفيق ومحمد شريف وصلاح محسن وناصر ماهر ما شاء الله يعني ابدعوا، بس اقوى واحد فيهم بالنسبه لي انا بصراحه التوب فيهم يعني بصراحه كلهم كويسين طبعا، لا ناصر ماهر بصراحه فارق جدا، يعني بصراحه فارق جدا وفنيا وتكتيكيا وحاجه يعني عامل حاله كمان في نادي سموحه كويس قوي. يعني بصراحه ناصر ماهر يعني ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه انت تتوقع اكتر حد هو تتوقع له نجاح كبير الفتره اللي جايه، بس يمشي على يعني يحافظ على نفسه ويكمل زي ما هو كان ملتزم في سموحه كده، فان شاء الله باذن الله هيكون له دور كبير وهيكون دوره مؤثر كمان في النادي الاهلي. واعتقد ان مستر موسيماني بيحب الكره دي زي ما هو بيحب قفشه كده قوي، وكمان بيحاول يتعب على صالح جمعه على فكره. انا عرفت ان هو معمول له برنامج بدني تاهيلي بدني عشان يجهز تمام. لو شاف ناصر هو طبعا تابعي طبعا اعتقد ان هو قاعد مع كابتن سامي وصان وقاعد مع كابتن سعد عبد الحفيظ وتابع ملف المعارين، وفعلا الحمد لله بجد يعني هيفرقوا كتير جدا الفتره الجايه مع النادي الاهلي ان شاء الله. لا لو اتكلمنا يا كابتن على افريقيا، لو سالتك انه انت بتتوقع او بتتمنى يعني هو في اختلاف انه مين يقابل الاهلي في النهائي، الرجاء ولا الزمالك؟ يعني توقعك وبرده انت شايف ايه الافضل فنيا، ايه اللي هيبقى افضل بالنسبه للنادي؟ هو توقعي الاهلي هيلاعب الزمالك في النهائي، ده توقعي، لكن انا اتمنى ان الاهلي يلاعب الرجاء لسبب. انا مش عاوز السوشيال ميديا دلوقتي مسيطره على الامور الشارع الرياضي يا صورة، فاهم قصدي ايه؟ فالسوشيال ميديا مش عاوز اقول لك، انا والله بجد يعني في ناس نجوم كبار بيدخلوا يعملوا يعني يولعوها نار كده، يعني بيحبوا يعملوا كده. فانا مش حابب كده، انا حابب الاعب يعني فريق مش عاوز ضغط مش عاوز ضغط عليا ماشي. هو طبعا النهائي طبعا نهائي اسمه نهائي نهائي بطولة، بس انا فاهم حضرتك انه لو نهائي مصري خالص هيبقى فيه ممكن نوع من انواع في شد وجذب، ممكن يحصل فتنه مثلا. بالظبط كده، والله هو ده هيحصل يعني ده شيء متوقع ان شد وجذب واشحن جماهير الاهلي واشحن جماهير الزمالك، ويعني موضوع مش كويس بصراحه. حتى لو مباراه بدون جمهور مش مشكله، ما هو برضو احنا الناس بتشوف بعض وبيكلموا بعض والسوشيال ميديا في ناس بتغلط في بعض، ده مش كويس ده مش كويس. انت شجع فريقك وانا هشجع فريقي والافضل يفوز، وانا لو كسبت النادي الاهلي هقول لنادي الزمالك هارد لك، النادي الزمالك لو فاز مبروك نادي الزمالك والنادي الاهلي هارد لك. دي رياضه. طب دي ليه الناس دي بتعمل كده يا كابتن؟ ليه بيستخدموا السوشيال ميديا عشان يخلقوا فتنه بين الجماهير؟ والله انا اشوف يعني ان في ناس يعني مش عارف يعني حاسس ان في ناس بتعمل كده افتعال، متقال لهم يعملوا كده يعني افتعال عشان مثلا احاول اهز المنافس او احاول مثلا ان انا ابين لرئيسي او مديري ان انا بحب النادي. يعني لا ده انا مخلص جدا للنادي واحبه، مش كده خالص. صعبه جدا يعني. انا اشجع النادي الاهلي، بقول انا بشجع النادي الاهلي. وبعدين نادي الزمالك ان شاء الله ربنا يوفقه، بس لما الاهلي لعب الزمالك انا هشجع الاهلي طبعا. الزمالك فاز مبروك بروح رياضيه، مبروك بجد مبروك، بس الموضوع بسيط جدا يعني. ليه اشد وليه اتكلم؟ لا اصل ده قال كذا وده عمل كذا واعمل فتنه ليه؟ مش حابب كده خالص والله. شايف مباراه الاياب بين الزمالك والرجاء مين هيبقى اقوى فنيا؟ متوقع المباراه دي تبقى ماشيه ازاي؟ والله انا شفت المباراه طبعا اللي في المغرب، يعني الزمالك بصراحه الشوط الاول كان كويس جدا تعامل مع المباراه بشكل جيد، حتى مستر باتشيكو كان مجهز لعيبته بشكل كويس قوي، برضه العامل النفسي كان عندهم كويس، ان هم قدروا ان هم يعني الشوط الاول ده يطلعوا وبرضه احرزوا الهدف، توفيق جدا كبير جدا منهم. الشوط الثاني الفريق الرجاء بقى اقوى، بقى يعمل الزياده العدديه عليهم،
تكتيكيا بقى افضل. تراجع عند الزمالك الشوط الثاني برضو يديك مؤشر برضو ان الفريق ده برضو مش هين الشوط الثاني. تمام، عكسنا احنا كنادي الاهلي فرضنا سيطرتنا عليهم في الوداد، متحكمين بزمام الامور، تكتيكيا بشكل جدا جدا ممتاز مستر موسيماني، اداروا اللقاء بصراحه بشكل جيد جدا، الانتشار الجيد لعبت النادي الاهلي هناك برضو كان انا احس ان احنا كنا بنلعب في مصر ما بنلعبش في المغرب، دي حقيقه، فدي بصراحه كانت كويسه قوي. كان غريب انه بيهاجم في المغرب بالنسبه مش غريب لحضرتك. لا الراجل هو الراجل اصلا بيحب كده، بيحب كده، بيحب الضغط العالي، بيحب الانتشار الجيد، بيحب الاستحواذ الايجابي في نص ملعب المنافس ده بشكل كويس. لكن انا ما اتفاجئتش بصراحه، لكن اتفاجئت من الفريق المنافس ان هو استسلم لسيطره النادي الاهلي، فدي كانت حلوه قوي. حتى مباراه العوده بصراحه يعني بجد بجد يعني احنا نهينا احنا صعدنا نهائي من المباراه اللي في المغرب باداء الجيد لمستر موسيماني. ومع ده كان كلام موسيماني مهم قوي يا كابتن احمد، انه احنا ما صعدناش نهائي، احنا لسه عندنا مباراه ثانيه، احنا وارد جدا ان نادي الوداد هو نادي كبير ان هو يجي في القاهره ويجيب هدفين، يجيب ثلاثه طبعا لا قدر الله، واحنا كنا عارفين انه ده بشكل كبير مش هيحصل، ولكن ان هو يقول الكلام ده للاعيبته ويقول الكلام ده في تصريحات ده كان هو ده الصح، حاجه ذكيه جدا من المدرب طبعا. انه احنا لسه ما صعدناش، لسه ما خدناش بطوله، والهدف لسه ما اتحققش. هو طبعا ده يعتبر ذكاء وخبرات لمستر موسيماني، وطبعا برضو يعني والجهاز اللي معاه برضو كابتن سعد ابو حفيظ برضو اكيد له دور في الجانب الاداري، سامي قمصان له دور مهم جدا جدا ان هو عمل داتا لمستر موسيماني لما جه من مباراه المقاولين وقعد مع الراجل، وبصراحه كان امين جدا جدا يعني سامي قمصان بجد، يعني من المدربين ان شاء الله باذن الله اللي له مستقبل كبير، مش عشان هو صديق ليا ولا سيد، لا، لكن فعلا هو كويس قوي، وهو لو مش كويس ما كانش استمر في الجهاز لحد دلوقتي. ومستر موسيماني كمان اثنى على ادائه معاه في المباريات وكده، فاتمنى لهم كل التوفيق طبعا، ان مستر موسيماني بجد يعني ذكائه ان هو لما هو كسبان 2-0 هناك ويجي يلعب في مباراه مصر ان هو يقول كده، قال كده فعلا المباراه 0-0 صح، يعني المباراه هناك 0-0، احنا النهارده عايزين نصعد نهائي واحنا صاعدين اصلا، وهو اصلا ما هو عارف ان هو صاعد، لكن بيحاول يوصل للعيبه ان المباراه مش سهله، احترام المنافس شيء مهم جدا جدا، التركيز على الجانب التكتيكي اللي هو طلبه منهم خطه المباراه، الشق الهجومي اللي هو بيشتغل عليه بشكل جيد جدا جدا، وانتشار اللاعبين في نص ملعب المنافس بشكل جيد جدا عامله، التحول الدفاعي من الهجوم للدفاع، والتمركز اللعيبه في نص ملعب النادي الاهلي بصراحه بشكل جيد جدا، بصراحه ده نجاح مدرب ونجاح لعيبه ان هم تعبوا واشتغلوا معاه، ونجاح اداره طبعا ان هم موفروا له كل الامكانيات ان هو ينجح بالشكل ده. كان من ذكائه كمان في مباراه الوداد برضو يا كابتن، لما بعد ما ديانج خد انذار، وبعد كان في شويه ميس باسز كده من ديانج في نص الملعب، خد انذار وجي في بين الشوطين طلع ديانج ونزل حمدي فتحي، وهو كان فاهم قوي كويس قوي، يعني ده باين للجمهور ايه، الجمهور كان بيقول لك ده راجل فاهم افريقيا، ده راجل فاهم حكام افريقيا، ده راجل فاهم انه الحكم اللي حسب البالن دي اللي هي ما كانتش بالن طبعا بالزبط. ممكن يتلكك لديانج على اي غلطه وخلاص يطرد، ده كان ذكاء برده من موسيماني. من لحظه ما خد ديانج الكارت الاصفر وانا قلت ان شاء الله، انا قلت كده يعني متوقع طبعا، يعني انا يعني فني وفي التدريب وفاهم يعني طبعا. ديانج بطبيعه لعبه قوي، ديانج الجانب البدني عنده قوي، فاي التحام بعد كده مع اي لاعب في نص الملعب اوتوماتيك ممكن الحكم برده فعل سريعه يطلع كارت اصفر. ذكاء، انا قلت لما خد الكارت ان شاء الله هيطلع وينزل حمدي فتحي، لانه ايه احنا محتاجينه في المباراه الثانيه، وسبحان الله هو ده مش عبقريه مني، لا لا، ده ممكن ناس كتير جدا عاديين قالوا اللي انا قلته ده، ان لازم يطلع ديانج، وطبعا ذكاء من الراجل وعبقريه برده يا كابتن، طبعا مدرب كبير ولاعب كبير، لا بس انا والله بقول ايه ان ده طبيعي، يعني انت قلتي كده، ممكن واحد عادي يكون فاهم كوره يعني مش مدرب بس يقول يا ريت يطلعه علشان ما ياخدش كارت اصفر وياخد احمر ونخسره في المباراه اللي جايه، فحصل كده الكلام ده. وطبعا مين نزل ده؟ حمدي فتحي ده ما شاء الله، يعني انا ببارك له طبعا من خلال البرنامج بتاعنا ان هو انضم لمنتخب مصر طبعا، هو طبعا ومجدي قفشه طبعا والشناوي طبعا موجود ومحمد هاني بصراحه يعني، وايمن اشرف برضو يعني اللي باثني على ادائه جدا جدا، ايمن اشرف بصراحه يعني عاجبني الفتره اللي فاتت دي، مع ان اشرف كان بيلعب باك ليفت هو وسيرد باك، لكن يعني بقول له يعني ايمن كويس قوي، انت ما شاء الله يعني
بتبني من تحت بشكل جيد. مفتاح لعب ان انت بتعمل لونج باص من الخلف للامام للاطراف والمهاجم، لكن حاول الثقه الزياده دي تخلي بالك، لان مركزك صعب انك تكون سرد باك وتقدر تمسك الكوره وتعدي من اللاعب هنا. فاتمنى لك التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. شايف يا كابتن التاجيل في صالح، تاجيل طبعا نهائي دوري ابطال افريقيا في صالح مين من الانديه، وممكن ياثر بالسلب على مين من الانديه؟ احنا بنتكلم على اهلي ورجاء وزمالك. والله انا شايف التاجيل دوت مش في صالح النادي الاهلي خالص. احنا حالتنا كويسه قوي بجد، يعني احنا حالتنا الفنيه والبدنيه والتكتيكيه بصراحه. بس في برضو ناس مصابين يعني هيعودوا برضو، يعني ده ممكن يبقى في مصلحتنا في الحته دي. انا معاكي ماشي، وانا بتكلم يعني بصراحه يعني بالاخص يعني على علي معلول. انا تكلميني على علي معلول يعني انا بتكلم عليه، الفرقه كلها كامله ما شاء الله كلنا موجودين. يعني كهربا رجع، حسين الشحات ما شاء الله رجع، محمد هاني موجود، يعني باستثناء مثلا ان احمد ربيع بعيد، ما هو ياسر ابراهيم وايمن اشرف موجودين ان شاء الله باذن الله، ومحمد هاني موجود. رجوع علي معلول في مكانه مؤثر جدا جدا، وعلي لعيب من اللعيبه المميزين طبعا. وبصراحه يعني عامل موسم غير عادي مع النادي الاهلي بجد بجد، وغيابه بصراحه بيأثر على الفريق. بيأثر على الفريق، وان شاء الله هيرجع باذن الله. اعتقد خلاص ان هو باذن الله حالته كويسه قوي، بيتأهل كمان وهيرجع يعني في وقت كبير جدا. لكن احنا بنتكلم اننا يعني ال 20 يوم اللي جايين دولت كتير قوي بصراحه، النادي الاهلي متضرر فيهم عكس نادي الزمالك. نادي الزمالك عنده اصابات، يعني محمود علاء في اصابه، فالتأجيل في مصلحه نادي الزمالك طبعا طبعا، في مصلحه الزمالك مش في مصلحه النادي الاهلي خالص بجد يعني. طيب المسؤوليه هتبقى ثقيله شويه على كابتن محمد هاني بعد رحيل فتحي، ايه المطلوب منه الفتره دي؟ والله هو محمد هاني طبعا بنشكر احمد فتحي. احمد فتحي طبعا برضو يعني بصراحه يعني من اللعيبه الرجاله، يعني كلمه الرجاله دي في مدربين ولاعيبه الكوره عارفين يعني اللاعب راجل. احمد فتحي خلقيا وسلوكيا وفنيا وتكتيكيا، ومفروض ان هو ماشي بقاله فتره، ويعني العب ما العبش مش فارقه معايا. لا بصراحه، لا احمد فتحي كل الاحترام وكل التقدير ليك يا احمد، اديت بشكل جيد، نهايه بصراحه سعيده جدا جدا. والنادي الاهلي طبعا يعني اعتقد مجلس اداره كابتن محمود والاداره واللعيبه يعني يعني عارفين قيمتك يعني كلاعب، ان انت فعلا يعني لعيب كبير واسم كبير طبعا، واديت بشكل جيد ونهيت بشكل جيد يا احمد. وان شاء الله اتمنى لك التوفيق مع ناديك الجديد بيراميدز، ربنا يوفقك ان شاء الله. ونهايه فيها رقي يا كابتن، يعني دايما بنقول اللي بيحترم النادي الاهلي النادي الاهلي بيحترمه، وحتى لو في وقت من الاوقات خلاص كل واحد في طريق في اختلاف، ولكن برقي بالظبط. ودايما بنقول دي قيمه النادي الاهلي. والله هو ساره فعلا زي ما حضرتك قلتي كده فعلا، لكن هو فعلا في حاجه فيه احمد، هو عنده اخلاص، دي حقيقه. يعني الميزه اللي عند احمد فتحي ان هو في اي نادي لعب بالزبط. في اي نادي لعب فيه حتى لما احترف بيخلص 100% هو اخلص واعطى، وبصراحه يستاهل تقدير. انا بقول يا رب ان شاء الله واعتقد انها مش بعيده طبعا وقريبه، انه يستاهل تقدير احمد فتحي. ان شاء الله تعمل له حفله تكريم تليق بيه وباسمه وباسم كمان يعني بالفتره اللي قضاها الفتره الاخيره ديت، يستاهل كل خير بصراحه. يعني كنا بنقول يا كابتن ان نهائي افريقيا انت مش بتتمنى انه يكون اهلي وزمالك عشان بس الفتنه واللي بيحصل، ولكن لو كان نهائي مصري خالص هتبقى شايف المباراه دي فنيا ازاي؟ والله في ظل الظروف اللي حصلت ديت، ان بصراحه بعد كورونا اداء النادي الاهلي مش هو الاداء يعني اللي احنا كنا منتظرينه مع مستر فايلر، لانه فعلا كان راجع من اوروبا يعني مذبذب شويه، كان بيتكلم كتير ان هو عايز يشوف ولاده، ان هو عاوز يرجع، يعني ما كانش مركز جدا مع الفرقه بصراحه يعني. فبعد كورونا الاداء ما كانش هو الاداء اللي قبل كورونا، في الاول كانوا ماشيين كويس قوي. لما جه مستر موسيماني وتحمل المسؤوليه واشتغل مع الفريق من مباراه المقاولين، بصراحه الاداء الفني والتكتيكي اتغير بشكل غير عادي. انا بقول يعني الاداء بقى كويس قوي، الانتشار الاستحواذ دوت، الكره الجميله اللي احنا بنقول عليها، يعني الاداء التحرك بدون كوره، الاستحواذ الايجابي في نص ملعب المنافس، الضغط العالي دوت، ان احنا قربنا من المرمى بشكل كويس قوي، تقارب اللاعبين مع بعض والخطوط مع بعض، بصراحه شكلنا كويس قوي. الاهلي بيلعب كره جميله دلوقتي، فشفناها مع مستر موسيماني، ما طولش قوي ده يعني بصراحه، ما خدش وقت كتير. كان هو غريب انه ما خدش وقت كتير، ما خدش وقت كتير لان اللعيبه يبان بصماته. بالظبط كان غريب كتير. بالنسبه لحضرتك؟ لا ما كانش غريب لسبب ده. لانه فعلا هو كان مع سان داونز، كان الاداء بتاعه كده، الاداء بتاعه ان هو بيبني من تحت،
لعيبه نص الملعب لازم تنزل تستلم الكوره، الانتشار كويس قوي قوي، التحول من حاله الدفاع للهجوم بتمشي بشكل سلس، الكره معانا باستمرار، ما بتفقدش الكره، هو قالها اكتر من مره، ما تفقدش الكره، خلي الكره معاك باستمرار. وجت الفتره الاخيره يعني اكتر من 20 نقله، اكتر من 30 باص، ومش بس في نص ملعب الاهلي، لا ده الكلام ده في نص ملعب المنافس، وهو ده ان احنا بنقول عليه الاستحواذ الايجابي، ان انا قريب من المرمى وعامل ضغط على الخصم، والنهايه كمان انها بتوصل، ان الحمد لله رب كل المباريات اللي اشتغلها كانت كلها مكاسب فوز. حاله مروان محسن برضو يعني بصراحه يعني لازم بصراحه نقول له مروان يعني بجد يا مروان يعني انت كويس قوي، وانت اجتهدت على نفسك، وانت تعبت على نفسك، وكان فعلا في ضغط عليك من النقاد ومن الاعلاميين ومن كمان من لعبة كورة ومن ناس كبار، المفروض يعني كان في ضغط كتير جدا جدا على مروان من الجمهور كمان بصراحة. لكن مروان الحالة اللي الفترة اللي فاتت قدر ان هو يعني يشتغل كويس على نفسه، يقدر ان هو يعرف المرمى فين، لان مروان كان محطه كويسه قوي، لا زال محطه، لكن انا مش حابب قوي ان مروان يكون محطه اكتر من ان هو يلف ويروح للمرمى يجيب جول. يعني بصراحه المهاجم كده، المهاجم اللي انت رقم واحد بالنسبه لك ان انت تجيب جول. صح. يعني المدافعين الشناوي بيدافع عن المرمى، شوف احنا شوف المدرب والاداره كل الناس شغاله، حارس مرمى الشناوي بيحمي المرمى من مفيش جول يجي فيا، المدافعين بيحاولوا برضه يبعدوا كرة عن الشناوي وعن العمق. طيب واللي نص الملعب بيحاولوا يعطلوا الهجمات علشان ما حدش يوصل لنص ملعبنا. المهاجم ده بيعمل ايه؟ دورك ان انت بقى تجيب جول. واحنا بالتحضير بنبني من خلفه، نص الملعب بيشتغل عشان نوصل للاطراف ونوصل للمهاجم، اللي هو دوره مروان ان انت تجيب هدف. صح. التارجت بتاعنا نازلين نلعب مباراه ان احنا نحاول نوصل لمروان يجيب جول. تمام. انت محطه كويسه وبتنزل وبتخلي الناس اللي جايه من تحت تزيد، ممتازه مروان، لكن اطمع شويه، اجتهد زي الفتره اللي فاتت، اجوالك حلو قوي، عندك مهاره، الثقه رجعت لك جدا، ان شاء الله باذن الله الجمهور كمان يكون دافع ليك يا مروان ان انت تكمل على الشكل ده، هتبقى واحد تاني خالص بصراحه. رسالتك وصلت طبعا يا كابتن احمد، وباذن الله نكون بنحتفل قريب طبعا بالدوري ابطال افريقيا التاسع للنادي الاهلي، وتكون حضرتك معانا ومشرفنا كده، وبشكرك جدا انك كنت معانا النهارده. شكرا. شكرا ليك يا ساره طبعا على الحلقه الجميله ديت، يا رب اكون ضيف خفيف على حضرتك وعلى الساده المشاهدين، وان شاء الله يا رب باذن الله يا رب نتمنى الفوز للنادي الاهلي بطوله افريقيا ونفرح كلنا مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك جدا وبشكر حضراتكم على المتابعه، بكره حلقه جديده من برنامج السادسه.